بعض الأحيان مصارف تفرض عليه رسوم معينة، مصارف معينة أهلية تفرض عليه رسوم معينة حقيقة غير مقررة بالتعليمات اللي ينزلها البنك المركزي. يعني من باب الرشوة والفساد. فساد ورشوة واستغلال. زين. بعض المصارف الأهلية خاصة يعني هذا موجود مشخص. فهاي هنا تصير المشكلة. يستلم 1320 تضاف عليه مصاريف بحدود 1000 يعني 360 370 يوصل عليه. ولذلك يضطر يقول لك أنا حتى أطلع هذه المصاريف أفرض سعر أعلى.